مرحبا، يعطيكم العافية. سلام جميعا. اليوم بدنا نعمل انبوكسنج لأربع بوكسات اجونا من امازون. شو رأيك؟ ليتس جو. يلا نبدأ بهذا. يلا يلا. واحد. هذا ليد، هذا لايت، هيد باند ولايت فوق الراس. خلينا نفتحها نجرب. هذا هو ليد هيد لايت. طبعا هذا الحلو فيه انه يو اس بي تشارج مش باتري. هذا هو شرينا منه عشان لما بنطلع بالليل او نسوي شغله. واو شايف؟ It's really strong. Yeah. وفي كمان عدة أنواع. طلعوا. في عدة أنواع. طب كيف نطفي هاي؟ طفى. Oh, micro. Micro USB بنحط هيك شايف. في اثنين. في اثنين جوا. تقدر تعدل كمان. تقدر تعدل فيه إذا بتشتغل أنت بشغلة. أعتقد إنه طفى؟ لا. هو انا لا. طفى. You can touch it. هيك طفى؟ Yeah. دوا. دوا. No. بس بتكبسها هيك. Yeah. طفت. بس تعمل هيك. مفروض تدوي. Yeah. Yeah. حلو نايس هاي. اوه في احمر كمان. واو فلاشينج. شوفوا الله يا عمي هذا بده ريفيو لحاله. طيب هذا جود ثينجز. انا رجعها الحطه محلها. هذا البوكس باثنين، في سمول تايب باتري كيس. نعم هذا الكيس تبعت كمان. في اوكي هذه خلينا نشوف. اوكي هذه كيس لايفون باتري عشان نحط الباتري جواها. اي ايفون؟ ايفون 7 بلس. يس. بس هذه عبارة عن باتري يعني جبناها. اوكي هاي هذيك اللي جبناها اول مرة صراحة ما عملنا لكوش ريفيو، بس ازعجت ادم بالليل وهو نايم فجبنا له هاي. هاي يمكن اول هاي عشان ايش ما يشخر هو نايم. هنجربها ونحكي لكم شو رأينا فيها. هذا البوكس هذا الثانية بعتوا نفس الاشي. هاي اثنين زي بعض. في أربعة. أربعة عشان لما نطلع كامبين. وهي الأخير. شاطر يا آدم. هذا الأخير. اوكي هذا سوب ديسبنسر. اوكي جبنا واحد بس هذاك في مشكله صغيره طلع. بدنا نجرب هذا. هذا عباره عن سوب ديسبنسر وفي شويه شغلات هيك حنجربه نعمل لكم. في طبعا بيشتغل على الباتري كمان. شكلها حلو. انا عجبتني شكلها. سعرها يمكن $60. بتضلها خمس لسبع ايام
وسمارت واتش حجربها واعملكم عليها الريفيو لانه شكلها نايس. ها في معها طبعا التشارجر، التشارجر كله هلا صار ماجنتس. يا ماجنتس. فهنجربها ونحكي لكم. تابعونا، شو لازم تسووا؟ لايك كومنت وسبسكرايب عشان تشوفوا الريفيو. باي باي. باي باي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.